بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بيقول باب الوضوء، الأحكام التكليف، يعني بنتوضأ ونصلي ونعمل وكذا إلى آخره، يبقى أنا مش عايز الطريقة بتاعتك، يبقى مش هتستهلك الاستهلاك بتاعه، مش هتشرب الخمرة ولا تاكل الخنزير، وبعدين الشيخ لابس جبة وقفطان، مش لابس كمان حاجة بتتصنع هنا، يعني شغلان مفيش استهلاك. باب الوضوء موجبه، يعني ايه اللي بيخلي الواحد يتوضأ؟ الخارج من سبيل غير مني موجب التغسيل. يبقى لو خرج من الانسان مني يبقى جنب، ومش متوضي قال لا ملناش دعوه بالوضوء. قالوا ايه الفرق؟ يعني دلوقتي هو جنب ممنوع عنه انه يصلي، وممنوع عنه انه يمسك المصحف، وممنوع عنه انه يطوف. ما هو جنب، ما الجنب بيحرم عليه كل ما حرم على غير المتوضي. يبقى ازاي خرج منه مني فاصبح جنبا ولم يكن متوضئا؟ قال دي هتظهر في حتتين. واحد توضأ للنوم ثم بعد ذلك خرج منه مني، ومينام بالوضوء ده، في كده وضوء اسمه الوضوء قبل النوم، قال عايز ينام وهو متوضي، الوضوء ده ما اتنقضش، ده اللي اتنقض الاغتسال، لكن الوضوء ده زي ما هو، ما يقومش بقى يتوضى تاني. هيتوضى تاني ازاي؟ والتاني انه احنا بنغتسل غسلت رجلي الاول وبعدين ايدي وبعدين وشي، ما يجراش حاجه، تزال عنه الجنابه، في حين ان لو كان متوضى، انه لو كان منقوض الوضوء ومنقوض الاغتسال كان لازم يتوضى بالترتيب، لكن هنا مش هيتوضى بالترتيب لان الجنابه اكبر من الاغتسال بس غيرها، اكبر من نقض الوضوء بس هي غيرها، ده حدث وده حدث. اي حاجه بتخرج من السبيلين بيحصل نقض للوضوء، حدث بيجي في الاعضاء. حدث يعني ايه؟ الامر اعتباري قائم بالاعضاء يمنع من صحه الصلاه حيث لا مرخص، كان اعضاء الوضوء عندك اتدهنت لون اخضر، كانها كده، انت مش شايف اخضر بس ما انت شايف، جيت اتوضيت الاخضر ده بينزل مع الميه، يبقى ميه دايب فيها لون ايه؟ لون اخضر. ولذلك الميه بعض الوضوء وغساله الوضوء دي اسمها ماء مستعمل، ما ينفعش تتوضى بيه تاني. يبقى إذن الحدث داب في المية ونزل معاها، لما بتيجي بتبقى جنب بيبقى جسمك كله مدهون اسود، لون تاني بقى غير الاخضر، فلما تقف تحت الدش يجي المية شايلة الاسود اللي عليك ده، انت قافل اللي انت الحته اللي واقف عليها البانيو مثلا، المايه بقى اللي بقت موجوده دي مايه ودايب فيها ايه؟ لون اسود. ايه اللون ده؟ لون الجنابه. يبقى الجنابه ليها لون والوضوء ليه لون تاني. انت وانت اسود كده اهو نقضت وضوءك، ومن الاخضر ما يلاقولوش مكان، يجي يدهن الاعضاء ما يلاقلوش مكان، ولذلك انت ما زلت جنب بس، واخد بالك؟ طيب انت مش متوضي وبعدين بقيت جنب، ومن الاسود يشيلك كلك ويغطي على الاخضر. فبيقول ايه موجب الوضوء؟ موجب الوضوء هو الدهان الاخضر ده اللي بيحدث في الاعضاء. طب ده بيجي منين؟ من ست حاجات عند الشافعية، ان حاجة تخرج من السبيلين،
سبيلين يعني ايه؟ القبل والضبر، بول، براز، فساء، درات، حصوة برضو تنقض الوضوء، سائل بيخرج من فرج المرأة برضو ينقض الوضوء، أسطرة كنا حاطينها في الذكر وشلناها أم برضو تنقض الوضوء، أي حاجة خرجت سواء كانت الحاجة دي من جسم الإنسان طبيعية يعني ربنا خلقها أو كانت حاجة طبية. حقنة الشرجية دخلت كده وبعدين شلناها يبقى خرجت اهي، يبقى نقضت الوضوء. اي حاجة تخرج، ولد او واحد بلع قرش ساب فنزل القرش ساب زي ما هو ينقض الوضوء. يبقى اذا مش ضروري الخارج يكون طاهر ولا مش طاهر، لا، ولا انه من جسم الانسان او من غيره او طبيعي او غير طبيعي، اي حاجة تخرج من السبيلين تنقض الوضوء، سواء كانت طاهرة او نجسة، صلبة او سائلة، معتادة او غير معتادة، كله ينقض الوضوء ما دام يقض. الا المني فانه يسبب ما هو اعظم من الحدث الاصغر وهو الجنابة. وايه كمان بيسبب الاخضر ده؟ قلنا نمرة واحد خارج من السبيلين، كذا زوال العقل، زوال العقل اما بالنوم اما بالدخول في البنج في عملية جراحية اما بالجنون، واحد اتجنن زال عقل. يبقى ممكن جدا يكون في حاجة أثناء زوال العقل خرجت منه، يبقى إذن هو منقوض الوضوء. قال طيب افرض تأكدنا 1000% إن مفيش حاجة خرجت منه، قال برضو يبقى منقوض الوضوء. ده احنا متأكدين 1000% إن مفيش حاجة خرجت منه، سدينا السبيلين برضو. ما هو ما هو في كده، بعد عنك وانت بتعمل البواسير بتلاقي في حاجة اسمها الخبور، الخبور ده بيسد فعلا برضو ينقض الوضوء. يعني فيش فايدة، النوم ينقض الوضوء والجنان ينقض الوضوء والبنج ينقض الوضوء ما دام العقل زاد. لمس المرأة، المرأة تنقض والرجل ينقض، بس ليها شروط، انها تكون كبيرة يعني بالغة كبيرة يعني جالها الحيض، ممكن يكون عندها 10 سنين، او ممكن تكون مشتهاة، وانها تكون محرم، لكن لو تقبل فوق ايد امك او خالتك مفيش مانع، ما ينقضش الوضوء لانها محارم، لكن زوجتك تنقض الوضوء لانها اجنبية. يبقى الحكاية مالناش دعوة بالحلال والحرام، احنا لينا دعوة بالمحرم وغير المحرم. المحرم اللي هي يحرم عليك ان تتزوجها ابدا. والناس كتير تسأل عن الحمى، الحمى دي امك، حماتك امك، ولذلك السلام عليها ما ينقضش الوضوء. ولازم نسأل لو حصل سلام ولا لمس، يبقى لمس الجلد بالجلد، لكن الاثنين لابسين جوانتي يبقى ما فيش نقض الوضوء، مفيش حائل يعني. نمر 4، مس الفرج، مس الفرج ببطن الكف. لو مش ببطن الكف زي بظهر الكف كده يبقى لا ينقض الوضوء، لازم ببطن الكف. قال بطن الكف دي ايه؟ قال اقبض كده صوابعك وهي مفتوحة كده، اللي مختفي يبقى بطن الكف، واللي ظاهر يبقى مش بطن الكف. شوف الضابط اهو، تقبض صوابعك كده واللي مختفي يبقى بطن الكف. يبقى بطن الكف ده عبارة عن كل المساحة دي، لكن اللي بره ده مش بطن الكف. ليه؟ لانه ظاهر اهو. طيب، ولمس حلقة الدبر على الجديد،
برضو ده ينقض الوضوء برضو ببطن الكف. طب واحد سكران قال له ده مع ايه؟ زوال العقل. كده يبقى عرفنا نواقض الوضوء، نواقض الوضوء. بعد كده بقى هنبقى نعرف طب نعمل ايه لما نتشكك ومش نتشكك وحاجات زي كده. ناخد النهاردة بقى موجبه، يعني موجبه يعني اللي بيخليه واجب عليك ايه؟ تتوضى، لازم تتوضى. الخارج من سبيل غير مني موجب التغسيل، سيبك من المني. كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن، يعني لو الواحد نام غفوة كده في العربية وهو ممكن نفسه من المقعدة ما يجراش حاجة، لأن الصحابة كانت بتنام تفقر شوية كده وفي النوم بعدين تقوم تصلي. لكن إذا ما كانش هناك تمكن يبقى بقى لا خلاص، يبقى هو النوم ده. ولمس مرأة رجل لا محرم، بس بشرط ما يكونش محرم، وحائل وبشرط انه ما يكونش فيه حائل. للنقد كف ومس فرج بشر ببطن كف، واختير من اكل للحم الجزر، ومع يقين حدث او طهر اذا طرى شك. يعني احنا نقف عن واختير من اكل للحم الجزر. الحنابلة بيقولوا ليأكل لحم إبل لحم جمال يروح يتوضى، في حديث كده من أكل لحم جزور فليتوضى. الشافعية بيقولوا لا، يستحب بس انك تقوم تتوضى عشان خروج من خلاف، لكن اللي يأكل لحم الإبل ما يتوضاش، وعليه الجمهور. يعني في خلاف بين الأئمة في النقطة دي، نتوضى ولا ما نتوضاش. لما يحصل خلاف نعمل ايه؟ نتوضى احسن، بس مش واجب. يعني لو لقيت مثلا المية مقطوعة والصلاة هتضيع منك، روح صلي لانه احسن بس. لكن الحنابلة تشددوا في الحتة دي وقالوا ايه؟ من اكل لحم جزور فليتوضأ، ده حديث صحيح وملناش دعوة وناخد بيه. هما للشافعية قالوا لا، ده كان على سبب، كان على سبب ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في مرة فأحدهم أحدث، واحد من اللي جالسين خرج منه ريح، فقال من أخرج الريح ده يقوم يتوضى. فالرجل اتكسف فغضب النبي، يعني ما كانش صح انه يتأخر، يقوم بقى على طول أدام رأى النبي أمره ما يترددش، بس الكسوف غلب. فواحد من الصحابة استدرك الحكاية وقال له يا رسول الله نقوم كلنا نتوضى. شفت الحتة دي فنية، ما تقوم كلنا. قال له ماله، نقوم يا أخي نتوضى يا أخي. شفت بقى الرحمة، رحمة ما صممش إلا لازم يقوم ورجله فوق رقبته. لا، صلى الله عليه وسلم كان عطوفا رحيما، فقاموا كلهم اتوضى. والراجل طبعا اتوضى في ايه؟ او في السيف الزحمة. وبعدين جه بعد كده حادثة تانية، والراجل برضو زي واحد تاني يعني عمل كده. اللي ياكل لحم الجمل الغازات تكتر عنده، فالنبي قال من اكل لحم جزور فليتوضا، علشان ما يكسفش، علشان ما نعملش تاني بقى كده وكلنا هنقوم نتوضى وبعدين. طب المره اللي فاتت عملناها وسطرنا الحكايه، كل مره بقى ده يكسف لي وده كذا، فراح عمل ايه؟ قالها بالكنايه يعني. فده كده من اكل لحم جزور فليتوضا صحيح، ولكن مبرر معلم. الامام احمد قال له لا والله سيدنا الامام الشافعي ان الكلام ده مش داخل دماغ، يعني جايب منين ان الحادثة دي هي جنب الحادثة دي؟ كلام يعني كده مانيش داخل دماغ الكلام ده.
قال من اكل لحما جزور فليتوضا، يبقى كل واحد ياكل لحما جزور يتوضا، ملناش دعوه بقى بايه اصله حصل ووصل وكده. وهكذا كانوا يتجادلوا مع بعض كده، بس كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدين، وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم او من شكلة الحكم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسب صلى الله عليه وسلم.